أحيانا لا تقدم الحرية على طبق من فضة، أحيانا يكون عليك أن تنهض وتنتزعها، وأحيانا يكون على البعض للأسف أن يضحوا بحياتهم. مور الذي كان ألد أعداء المحافظين الجدد وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش خاطب مباشرة السلطات السورية. لقد انتهى وقتكم، كفى، إنها النهاية، أنتم تعلمون أنها النهاية. الاحتجاجات في سوريا كانت قد لقيت دعما من العديد من نجوم السينما العالمية، من بينهم كاترين دونوف وجولييت بينوش، في موقف ينصر مطالب الشعب السوري في الحرية. كونوا شجعانا، لا تستسلموا، التاريخ في صفكم. إلى ليبيا، العقيد معمر القذافي نفى في